هذا العام سيذهب عبد الله برفقة زوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. سيذهب عبد الله وزوجه في رحلة حج تمتع، وللحج أيضا نوعان آخران هما القران والإفراد. في أثناء الرحلة نادى قائد الطائرة بأن الرحلة قد دخلت ميقات الإحرام. هم عبد الله بعد النداء بالاستعداد للإحرام. فللحج والعمرة 5 مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، والمواقيت هي أبيار علي، رابغ، السيل الكبير، السعدية، ذات عرق. أما من كان مكانه أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته هو مكانه. وعند الوصول للميقات يسن للحاج إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر والاغتسال وتطيب البدن دون ملابس الإحرام. ثم يقوم الحاج بلبس ثياب الإحرام، وهي الرداء والإزار والنعل للرجال. أما المرأة فترتدي ملابسها العادية عدا النقاب للوجه والقفازين لليد. بعد أن هيأ عبد الله نفسه للإحرام بدأ يتلو وزوجه النية قائلين: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الحاج المفرد فيقول: لبيك حجا. أما القارن فيقول: لبيك عمرة وحجا. ثم شرعا في التلبية مع باقي الحجاج في الطائرة. ثم بدأ عبد الله في تذكر محظورات الإحرام، فلا يجوز إزالة شيء من شعر البدن أو الأظافر أو تطيب البدن أو لباس الإحرام أو تغطية الرأس أو لبس أي مخيط مفصل على قدر العضو أو الجماع أو المباشرة بشهوة، عقد النكاح والخطبة أو التعرض للصيد البري بالقتل أو بالتنفير. وصلت الرحلة وتوجه لبيت الله الحرام، حتى إذا ما شرعا في الطواف توقفا عن التلبية وتوجها نحو ركن الحجر الأسود. فجعل عبد الله رداءه الأيمن تحت إبطه ليكشف عن كتفه الأيمن كما تقتضي سنة الاطباع. وعندما وصلا للحجر الأسود اكتفيا بالإشارة نحوه نظرا للزحام وعدم جواز المدافعة والمزاحمة تطبيقا لسنته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بدأ الطواف من الحجر الأسود، والطواف 7 أشواط تنتهي أيضا عند الحجر الأسود. وأثناء الطواف له أن يدعو ويذكر الله بما شاء. كان عبد الله على علم بأنه كلما حاذى الركن الذي قبل الحجر الأسود يسن استلامه بيده دون تقبيل، فإن لم يستطع فليمضي دون أن يشير إليه، ويسن القول وقتها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل للحجر الأسود. وخلال طواف عبد الله حرص على ألا يدافع أو يزاحم، كما حرص ألا يطوف من داخل حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة، والدخول فيه يجعل ذلك الشوط ناقصاً غير مجزئ. وفي نهاية الشوط 7 غطى عبد الله كتفه الأيمن، ثم ذهبا خلف مقام إبراهيم لصلاة 2 ركعتي الطواف. اتجه عبد الله مع زوجه بعد الصلاة إلى المسعى، وفي طريقهما شربا من ماء زمزم كما سن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعدا إلى الصفا من باب الصفا وتليا حين الصعود قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم وقفا يدعوان الله مستقبلين الكعبة. ثم بدأ في النزول من الصفا والاتجاه نحو المروة مشيا مستذكرين وداعيين الله بما تيسر لهما، حتى إذا ما بلغ المروة كررا ما قيل عند الصفا دون قراءة الآية، ليكونا قد أتما شوطا من أصل 7 أشواط. ثم عاد مرة أخرى للصفا بالكيفية نفسها، وظل هكذا حتى الشوط 7، فصعدا على المروة
دون قول أي شيء، وبهذا أتما سعيهما. بعد السعي قام عبد الله بقص شعر رأسه، أما زوجه فقد قامت بقص ما مقداره رأس الأصبع من جميع نواحي شعرها، وبذلك تحللا من الإحرام وظلا في مكة حتى يوم الثامن من ذي الحجة. أما الحاج المفرد والقارن فلا يتحللان من الإحرام، بل يبيتان في مكة بإحرام حتى يوم الثامن من ذي الحجة. وفي الثامن من ذي الحجة، وهو المعروف بيوم التروية، وهو أول أيام الحج، أحرم عبد الله وزوجه مرة أخرى من مكة، وتوجها إلى منى قبل الظهر، وصليا فيها الظهر قصرا ركعتين، ثم العصر قصرا في وقته، وكذا المغرب، كل منهما في وقته مع قصر العشاء، وباتا ليلتهما حتى صلاة فجر يوم التاسع. بعد صلاة الفجر سارا إلى عرفات للوقوف، وعرفات كلها موقف، وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار أسفل جبل الرحمة، ولكن زحام هذا اليوم المشهود أعاق وصولهما هناك، وليس من السنة المدافعة ومزاحمة الناس. ثم أنصتا إلى خطبة الإمام في عرفات، ثم صليا الظهر والعصر قصرا وجمعا، وخلال اليوم ظلا منشغلين بالدعاء والتسبيح والتحميد والاستغفار حتى غروب الشمس، وبعدها انصرفا إلى المزدلفة وصليا بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وبتا فيها حتى صلاة الفجر. وبعد الفجر وقفا يدعوان الله عند المشعر الحرام والمزدلفة كلها موقف، ثم توجها لمنى لرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى. قبل ذهابهما لمنى التقط عبد الله له ولزوجه سبع حصيات أكبر قليلا من حبة الحمص، وعند الوصول هناك ذهبا إلى جمرة العقبة فرمياها بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى، وكبرا مع كل جمرة. بعد رمي الجمرات قاما بذبح الهدي، وهو ذبح واجب على الحاج المتمتع والقارن فقط. ثم قام عبد الله وزوجه بالحلق والتقصير، ثم عادا إلى مكة وطافا بالكعبة سبعة أشواط، لا يسن في هذا الطواف الاضطباع، ثم صليا ركعتي الطواف، ثم قاما بالسعي. والحاج المفرد والقارن إن كان قد سعيا بعد طواف القدوم فلا سعي عليهما. بعد يوم العاشر عاد عبد الله وزوجه لمنى للمبيت طوال ليالي التشريق الثلاث، وفيها قاما برمي الجمرات الثلاث كل يوم، بداية من الجمرة الصغرى، وفيها ترمى سبع حصيات مثل جمرة العقبة. بعدها قاما باستقبال القبلة والتوجه بالدعاء، ثم الجمرة الوسطى بالكيفية نفسها، ثم انتهاء بجمرة العقبة. وبعد انتهاء مناسك أيام التشريق كان عبد الله وزوجه قد أكملا مناسك حجهما، وكان آخر ما فعلا هناك هو الطواف ببيت الله العتيق، طواف الوداع.